بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك صبر الشاكرين لك وعمل الخائفين منك ويقين العابدين لك. اللهم أنت العلي العظيم، وأنا عبدك البائس الفقير، أنت الغني الحميد، وأنا العبد الذليل. اللهم صل على محمد وآله، وامنن بغناك على فقري، وبحلمك على جهلي، وبقوتك على ضعفي. يا قوي يا عزيز، اللهم صل على محمد وآل الأوصياء المرضين، واكفني ما همني من أمر الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين.